السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. إصابة جديدة في المنتخب المغربي والأمر كيخص أمين حارث، بحيث تعرض أمين حارث لإصابة على مستوى الركبة في الدقيقة 58 من المواجهة اللي كانت بين مارسيليا وموناكو، والإصابة جات على إثر تدخل لاعب موناكو أكسيل ديساسي، وسيطر الصمت وحالة من الجمود على الميدان بسبب خطورة الصدام، بحيث كان واضحا تأثر اللاعبين في الفريقين بإصابة اللاعب المغربي وخاصة من نجوم فريق مارسيليا الذين تأثروا كثيرا بما تعرض له زميلهم في الفريق. وبعدما تلقى الإسعافات على الميدان تم نقل حارث خارج الميدان من قبل المسعفين، ما يؤكد أنه تعرض لإصابة خطيرة في انتظار ما ستكشفه الفحوصات التي خضع لها اللاعب مباشرة بعد نقله خارج الميدان. ورددت الجماهير كثيرا اسم حارث عند نقله خارج الميدان، صعيبة بزاف على اللاعب وحتى على المنتخب. ما كنقولوا صافي المنتخب تقاد والمجموعة اكتملت حتى كتخرج لنا شي إصابة من الجن، ولكن الكرة هي هذه، كنتمنوا أن النتائج تخرج إيجابية. وخا صحيفة ليكيب الفرنسية قالت بلي من المستحيل أن حارث يشارك في المونديال حيث الإصابة كتبان خطيرة، ولكن غتسناو النتائج ديال الفحوصات وإن شاء الله يكون خير. الأساس هو أن المسيرة ديال الكروية ما تبقاش. هذا الشيء اللي كاين، وأي جديد بخصوص إصابة ديال حارث غنقلوا لكم. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدوه.